استعراض لإغلاق أسواق المال الإماراتية في ختام جلسة منتصف الأسبوع. مؤشر سوق أبوظبي يتراجع ب 14%، والمؤشر يستقر عند 8965 نقطة. تداولات كانت عند قرابة 250 مليون سهم بقيمة وصلت لمليار درهم. بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا في سوق العاصمة أبوظبي الوطنية للسياحة والفنادق، ارتفاع بأكثر من 9.5%. مجموعة أرام ارتفاع ب 7%، بالمز الرياضية ارتفاع قارب 4%، شميرة أيضا ارتفاع بأكثر من 3.17%. الأكثر تداولا بالقيمة في سوق أبوظبي لا يزال السهم العالمية القابضة IHC على رأس القائمة، وتداول أكثر من 190 مليون درهم. الفضبي القابضة تداول قرابة 68 مليون درهم، ومصرف أبوظبي الإسلامي تداول 60 مليون ونصف المليون درهم على هذا السهم خلال جلسة اليوم. بالنسبة لمؤشر سوق دبي أيضا أنهى المؤشر التداولات على ارتفاع بقرابة 20%، والمؤشر يتخطى 4000 عند 4006 نقاط. تداولات في سوق دبي كانت عند نحو 280 مليون سهم بقيمة وصلت لأكثر من 350 مليون درهم. الأكثر ارتفاعا في سوق دبي الإسلامية للتأمين، دبي الإسلامية للتأمين ارتفاع بلمت أب تقريبا أجلتي للمخازن ارتفاع 7.5%، أملاك للتمويل ارتفاع قارب 6%، إعمار للتطوير أيضا ارتفاع بأكثر من 3%. دريك أند سكالي تصدر قائمة الأكثر تداولا بالقيمة في سوق دبي وتداول 69 مليون سهم. إعمار العقاري أيضا تداول أكثر من 63 مليون، والإمارات دبي الوطني تداول 53 مليون و400 ألف درهم خلال جلسة منتصف الأسبوع.